بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الطلبة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في محاضرة سابقة حول مفهوم العولمة وخصائص العولمة، ثم تحدثنا في محاضرة تالية حول المتطلبات التربوية لعصر العولمة، واليوم نتحدث عن أدوار المعلم في عصر العولمة. فكان المعلم قديما دوره معروف، وهو الشرح والتحفيظ الطلاب وتلقينهم المعلومات الموجودة في الكتاب المدرسي، وكان جل دور المعلم يقتصر على ذلك. أما في عصر العولمة، حيث الانفتاح والثورة المعلوماتية والتغيرات الاجتماعية والسياسية المختلفة وتعقد الحياة، فرض على المعلم أدوارا جديدة وحديثة نريد أن نتعرف عليها في هذا اللقاء إن شاء الله. فسنتعرف على الدور التربوي والدور التعليمي للمعلم، الدور الإداري والإرشادي، الدور الاجتماعي والسياسي، ودور الإبداع في طرق التدريس. فبالنسبة للدور التربوي، وهي المهمة الأساسية للمعلم، حيث أن مهمته هو بناء الإنسان بناء شاملا عقليا وروحيا وجسميا ونفسيا واجتماعيا إلى غير ذلك. وهذا الدور التربوي هو يعني الدور الحقيقي للمعلم الذي يصنع فيه الأجيال ويمد المجتمع بالكفاءات والطاقات الإنسانية الفاعلة. فمن هنا أصبح اليوم دور التربوي للمعلم غير الدور التعليمي فقط الذي كان سابقا، فمهمة أن يهتم بجميع جوانب النمو في الطفل أو في الطالب، كما قلنا الجوانب العقلية والنفسية والاجتماعية والجسمية والروحية وغير ذلك. الدور الثاني وهو الدور التعليمي، وهذا الدور التعليمي كما قلنا هو الدور القديم للمعلم، أن يوصل المعرفة للطلاب. لكن هذا الدور حدث عليه تغيرات وتطورات في عصر العولمة، فأصبح المطلوب اليوم من المعلم ليس أن يعطي المعلومات للطلاب جاهزة، بل الآن مطلوب منه أن يعلم الطلاب كيف يحصلون على هذه المعلومات، كيف يبحثون عن المعرفة، كيف ينقدون المعرفة ويميزون الصحيح من الخاطئ، كيف يوظفون المعرفة في حياتهم، كيف يولدون معرفة جديدة من المعرفة الموجودة لديهم، وهكذا. والشعار المشهور في ذلك: بدل أن تطعمني كل يوم سمكة علمني كيف أصيد. ولذا ظهرت مساقات في جامعات عديدة: تعلم كيف تتعلم، تعلم كيف تتعلم. ولعل الدافع إلى ذلك هو كما قلنا الانفجار المعرفي الهائل وتضاعف المعرفة الذي يحدث في وقت قصير، اليوم كل 3 أشهر وربما أقل تتضاعف المعرفة بشكل كبير، ومن ثم لا تستطيع المدرسة ولا الجامعة أن تعطي الطالب كل شيء، فبدل ذلك عليها أن تعلمه كيف يبحث عن هذه المعرفة ويصل إليها ويوظفها وأيضا يميزها ليعرف المفيد من الضر.
ودور التعليمي يعني هو دور رسالي قام به الأنبياء ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين قال إنما بعثت معلما. ننتقل إلى الدور الإداري للمعلم. فاليوم المعلم في صفه يقوم بما يسمى بإدارة الصف، وإدارة الصف أيضا هو يعني علم من العلوم التربوية الهامة، ويستوجب عليه في إدارة الصف استخدام السجلات كسجل الحضور والغياب، سجل الدرجات، سجل اللجان الطلابية إلى غير ذلك من السجلات، وهذا هو عمل إداري. أيضا توزيع الطلاب وكذلك معرفة طاقاتهم قدراتهم وتوظيف إلى غير ذلك، وهذه أيضا جزء من العمل الإداري، إضافة إلى دوره في إعداد الدرس وتخطيط الدرس ووضع خطة للمادة التي يدرسها وتحضير الدروس والقيام بما يتصل بها من وسائل تعليمية وغير ذلك، كل هذا يعتبر من العمل الإداري، إضافة إلى مجموعة من الأنشطة التي يمارسها المعلم خارج المنهاج المكتوب، وهي الأنشطة اللاصفية كالرحلات كالزيارات كالإذاعة المدرسية المكتبة المدرسية إلى غير ذلك، وهي أعمال أيضا إدارية. الآن الدور الإرشادي للمعلم، ويقصد به إرشاد الطلاب إلى التخصصات التي تناسب قدراتهم وميولهم، بمعنى أن المعلم يكتشف لدى كل طالب ميوله المستقبلية إلى أي تخصص يمكن أن يعني ينجح فيه ويبدع فيه، وهذا يعني يحتاج من المعلم إلى بصيرة وناقدة ومعرفة دقيقة بطلابه، فربما يجد طالبا لديه قدرات خطابية ولغوية كبيرة وعالية فيشجعه على ذلك من خلال الإذاعة، من خلال المسابقات، من خلال الكتابة وغير ذلك، ويشجعه على الالتحاق في قسم اللغة العربية مثلا. ربما يجد طالبا لديه قدرات في الرياضيات والعمليات الحسابية ويستطيع أن يحل المسائل في أقل وقت، فهذا لديه عقلية رياضية يشجعه على الاهتمام بهذا الجانب والتخصص فيه في المستقبل، ويتعاون مع أهله وأولياء أمره لينبههم إلى وجود يعني تميز لدى ابنهم في هذا التخصص، وقص على ذلك بقية الميول والتخصصات. أيضا في الجانب الإرشادي هناك الإرشاد الأخلاقي، الإرشاد الأخلاقي للطلاب بحيث يتابع سلوك الطلاب، فإذا وجد الصف غير نظيف مثلا عليه أن ينبههم إلى ضرورة النظافة ويوزعهم بما يسمى بالمناوبة اليومية لتنظيف الفصل وتزيين وهكذا. إذا وجد طالبا يعني لا يلبس ملابس نظيفة أو لائقة ينبهه إلى ذلك، إذا سمع سبا أو شتما من طلاب فإنه يراجعهم، وهكذا يعني يكون له في كل حصة غالبا تنبيه على سلوك أخلاقي للطلاب حتى يعني تتحسن أخلاقهم ويعني يستقيم سلوكهم ويصبحوا يعني من بناة المستقبل الناجحين إن شاء الله. ننتقل الآن إلى الدور الاجتماعي والسياسي للمعلم. المعلم هو ابن المجتمع، والمدرسة هي
مؤسسة اجتماعية أقيمت لخدمة أهداف المجتمع، ومن ثم لابد أن تكون هناك علاقة دائمة بين المدرسة والمجتمع، علاقة إفادة واستفادة. فإفادة، المدرسة تفيد المجتمع بنشر العلم والمعرفة والتربية الصحيحة، والمجتمع يفيد المدرسة بدعمها ماديا وبالخبرات الموجودة فيه وتوفير الأماكن والمؤسسات التي يمكن أن تخدم المدرسة. كذلك المعلم بعد أن ينصرف من مدرسته يجب أن لا ينعزل في بيته، بل أن يعيش واقع المجتمع، فيشارك في لجان الإصلاح، يشارك أيضا في الجمعيات والمؤسسات الطوعية أو التطوعية التي تخدم المجتمع في مختلف المجالات، يشارك أيضا في نشر الوعي بين أفراد المجتمع، وخاصة في الوعي السياسي، ونحن أبناء فلسطين بحاجة إلى ذلك المعلم الذي يرفع راية الجهاد والنضال والمقاومة، الذي يدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني، الذي ينشر الوعي بالمكائد اليهودية والمؤامرات الصهيونية وغيرها التي تستهدف القضية الفلسطينية. ومن هنا فلهذا المعلم دور سياسي في أيضا إذا كان هناك انتخابات أن يشارك فيها تصويتا وترشيحا، وأيضا أن ينشر الوعي بين الناس في اختيار الأصلح لخدمة المجتمع، يعرف الناس بحقوقهم وواجباتهم، ينشر مفاهيم حرية الرأي والرأي الآخر واحترام الآخرين إلى غير ذلك من المفاهيم السياسية والاجتماعية. أخيرا نتناول الدور الأخير، وهو دور المبدع في طرق التدريس. طبعا هناك طرق عديدة لتوصيل المعلومات للطلاب، حيث كما تحدثنا في لقاءات سابقة أن هناك فروق فردية بين الطلاب، ولتجاوز هذه الفروق ومراعاتها يجب أن ينوع المعلم بين طرق التدريس. فأحيانا يستخدم أسلوب المحاضرة والإلقاء، وأحيانا يستخدم أسلوب العرض المرئي، وأحيانا يستخدم أسلوب التجريب العملي خاصة في المواد العلمية، أحيانا يستخدم أسلوب التعلم التعاوني، يقسم الطلاب إلى مجموعات وتقوم كل مجموعة بمهمة. فدور المبدع في طرق التدريس يستلزم منه تنويع هذه الطرق حسب الموضوع الذي يدرسه، حسب مستويات الطلاب، ربما حسب المكان وحسب الزمان الذي يدرس فيه. فهذا يستلزم من المعلم قدرات عالية في معرفة هذه الطرق وفي استخدامها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم طرق متعددة في التدريس وتعليم أصحابه، فأحيانا يخط خطا مستقيما وخطوطا متفرعة ويقول هذا طريق الله المستقيم وهذه طرق على كل واحد منها شيطان، ويقرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهناك طبيعي طرق عديدة وجديدة في التدريس، منها التعليم من أجل التمكن، بمعنى يعني تمكين الطلبة من مهارة معينة، التدريس بالكفايات السلوكية من خلال إتقان المهارة و
التمكن منها، بحيث أنه تكون هذه المهارة عبارة عن خطوات متسلسلة حتى يصل إلى الإتقان الكامل لها. طريقة الميديول أو يعني أن تكون جميع عناصر المنهاج الدراسي من أهداف ومحتوى وطرق تدريس ووسائل وأساليب، وتجمع هذه الطريقة بين عدة طرق كالمحاضرة والمناقشة والعروض والتعليم المبرمج، وغالبا تكون هذه طريقة إلكترونية. وطبيعي مثل الموديل الذي نستخدمه في تدريسنا الآن عبر التعلم عن بعد، فمن خلال الموديل الذي على صفحة الجامعة يعني يقوم الطالب بتعلم ذاتي وحل الأنشطة ذاتيا وهكذا. طريقة التدريس المصغر، وهذه تستخدم في التربية العملية في بداياتها، حيث يتم تدريب الطالب المعلم على إلقاء درس بين زملائه الطلاب المتدربين وتصوير هذا الدرس، ثم وضع الملاحظات وتقويم هذا الأداء. طريقة العصف الذهني أو ما يسمى بحل المشكلات، طرح الأفكار، وهي أن تطرح مشكلة على الطلاب وتطلب منهم أن يفكروا وأن ينطلقوا في آرائهم وأن يعني يطرحوا كل ما يعن في عقولهم من أفكار. وبعد حديثنا عن دور الإبداع في طرق التدريس، نكون بذلك قد أنهينا الحديث عن أدوار المعلم في عصر العولمة، سائلا الله عز وجل أن يوفقكم وأن يجعل على أيديكم الخير كله في بناء الجيل الواعد الذي يحرر الأرض والإنسان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.